أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لتسليط الضوء على الأوضاع في العاصمة صنعاء المختطفة من الميليشيا وسيناريوهات الخلاص. حالة من العزلة والتشظي تعيشها صنعاء تحت سيطرة الميليشيا، فبعد أكثر من عامين تبدو العاصمة في أسوأ حالاتها منذ زمن، وعلى ما يبدو فقد أصبحت المدينة أشبه بمعتقل كبير لسكانها، حيث تحولت أحياؤها إلى ميادين للتجييش والتحشيد وإرهاب الناس. ذلك هو الواقع، فكيف يمكن إعادة العاصمة وحاضرة اليمن إلى اليمنيين وتحريرها من سيطرة الميليشيا؟ ذلك ما سنناقشه في حلقة اليوم في محورين: لماذا حالة التجييش والتحشيد في صنعاء؟ وما هو السيناريو الأقرب لأن يكون الخلاص في صنعاء؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد عامين وأكثر من الانقلاب تبدو صنعاء تجليا واضحا لوصف شاعر اليمن البلدوني، مليحة عاشقاها السل والجرب. ذلك أقرب وصف للعاصمة المختطفة الواقعة بين فكي الانقلاب ومخالبهما. فحاضرة اليمن ومدينته الأزلية تشهد تجريفا واسعا لذاكرتها وتاريخها وحاضرها. فصنعاء اليوم ليست صنعاء التي يعرفها ويعشقها اليمنيون، لقد أضحت معتقلا كبيرا لسكانها ومسرحا لعبث الميليشيا. الواضح هنا أن العديد من الأحياء السكنية تحولت إلى مربعات أمنية مغلقة وميادين للتدريب والتجيش. تقول بعض الروايات إن الوضع القائم ينم عن انقسام بين طرفي الانقلاب بدأت معالمه ومؤشراته مؤخرا، مستدلين على ذلك بعرض الميليشيا الذي أقيم أمام أسوار منزل المخلوع صالح، بينما يرى آخرون أن التحشيد في الأحياء السكنية وإقامة الاستعراضات العسكرية هدفه إرهاب السكان وقمع أفكار التمرد بداخلهم، وآخرون يرسمون سيناريوهات أخرى بعيدة قد تبدو بالنظر إلى الواقع، خصوصا إذا ما كان الحديث عن عمل عسكري قد يستهدف العاصمة. ومع ذلك فإن أصحاب هذا الرأي يستدلون على رأيهم بأن ترتيبا ما يجري الإعداد له بمغادرة البعثة الروسية، وهي ربما آخر بعثات العمل الدبلوماسي في عاصمة اليمن المختطفة. وأيا يكن من كل الآراء سالفة الذكر هو الأقرب للتبلور واقعا، فالثابت أن صنعاء وسكانها يعيشون أسوأ وأتعس فتراتهم التاريخية منذ فجر الثورة اليمنية في ستينيات القرن الماضي. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر. مساء الخير أستاذ عبد الباري. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ عبد الباري. ربما سمعت التقرير، والسؤال البداية: لماذا وصلت صنعاء إلى هذا الحال؟ يا سيدي، صنعاء أم المدن اليمنية كلها وعاصمة اليمن التاريخي. هذه العاصمة الآن تعيش النكبة التي تعيشها اليمن. فالحالة القائمة في اليمن، هذا الشتات، هذا التمزق، هذا الحرب، يعني الداخلية والخارجية، تدمر اليمن. وصنعاء يعني هي عين اليمن، وهي الرئة التي يتنفس منها كل اليمنيين. والآن كل محافظات أو جل المحافظات اليمنية وأبنائها موجودين في مدينة صنعاء. فصنعاء تتعرض لكارثة كبيرة، وهي الحالة التي تعيشها هذه المدينة الحاضرة اليمن هي تنعكس وتعبر عن الحالة العامة في اليمن كلها، شمالا وجنوبا شرقا وغربا. نعم، كيف يمكن أستاذ عبد الباري حماية صنعاء من مصير أسوأ ربما من الواقع الذي وصلت إليه اليوم؟ شيء يعني بشع جدا. لابد هذه الحرب يا أخي من عقول تفكر في حل حقيقي لليمن. هذه التداعيات الموجودة في المنطقة في الإقليم تنعكس سلبا على اليمن، وبالأخص على صنعاء وعلى تعز المدينة المحاصرة وعلى بقية المدن اليمنية. لابد من يصل الناس إلى اقتناع أن هذه الحرب الآخذة بعد حرب أهلية، حرب مناطق، حرب جهات طوائف، لا يمكن تؤدي إلى حل، وليس لها من حل ولا من خلاص إلا بالاحتكام إلى المنطق والعقل والعودة إلى يعني المرجعيات الأساس التي توافق عليها كل اليمنيين، وإيجاد حل سياسي. حل سياسي يكفل تجنيب البلد الكارثة. اليمن الآن تعيش كارثة حقيقية، القتلى يتجاوزون 10,000، الذين يقتلون الآن من المجاعة
ومن الأوبئة الفتاكة يتجاوزون رقم الذين يقتلون يعني في المعارك. فاليمن بالفعل بلد ضعيف النمو، بنية تحتية هشة، ويتعرض إلى دمار شامل، إلى حرب داخلية وحرب خارجية، ولا خلاص لليمن إلا بحل سياسي، حل يتوافق عليه الإرادات اليمنية جميعا، إرادات كل أبناء اليمن بدون استثناء، بتركيباتهم، بتنوعاتهم، بقبائلهم، بأحزابهم، بمؤسسات مجتمعهم المدني والأهلي، ويتوافقون على خروج من هذه الحرب التي لا خلاص منها لليمنيين. وإذا استمرت هذه الحرب فستفلت يعني الخيط من أيدي الجميع، وسنجد أنفسنا الكل ضد الكل، ويعني هيكون الدمار على اليمن. نعم. ولن يقف عند حدود اليمن. كيف طبعا يمكن أستاذ عبد الباري التعويل على حل سياسي؟ وكما تعلم هذا الأسبوع صنعاء شهدت حشد وتجيش كبير وعروض عسكرية في كل شوارع وأحياء صنعاء. يا سيدي، أطراف لا تستطيع تحكم، والميليشيات المسلحة ليس لها طبعا من أفق سياسي. حلها السياسي الحرب، واستفادتها من الحرب، الاقتصاد يتحول إلى فيد وإلى غنيمة. الحل السياسي التي يستجيب لإرادة اليمنيين جميعا، الإرادة الخيرة الطواقة للأمن والسلام والاستقرار، هي الذي ينبغي أن يشتغل عليها الجميع بدون استثناء، سواء القوى الموجودة في الداخل أو الموجودة في الخارج. نعم. طيب أستاذ عبد الباري، تكرم بالبقاء معنا ونشرك معنا في الحديث. وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي من تعز، مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا، وأهلا بك بضيفك الكريم. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. حالة من التحشيد والتجيش كما تابعت وتابعنا في العاصمة صنعاء، واستعراض للميليشيا أمام منزل المخلوع، برأيك ما هي الرسالة التي تريد الميليشيا إيصالها؟ ربما أن ميليشيات جماعة الحوثي بدأت تشك في قبضة الرئيس السابق على ما كان يعرف بالجيش وجماعة الحركة الجمهورية والقوات الخاصة، وهي الآن بدأت ربما بصفقة أجزاء من هذا الجيش، وتريد إعادة رسم المشهد هي كنوع من مسألة تحسب لأي مفاوضات قادمة. يشعر الجميع كلما اقتربت قوة الشرعية من العاصمة أن ربما أن الحبل يلتف على رقبة هذه الميليشيات، هي تحاول أن تحسن وضعها التفاوضي، لكن هذه العملية لا أعتقد أنها قد تصل إلى نهاية موثقة. أعتقد هذه الجماعة لا تختلف سواء عن حركات مثلها في العالم، ربما مثل جيش الرب الأوغندي أو جماعة الخمير الحمر أو غيرها، ربما هذه أشبه بالجماعات القوية شبيهة بالفاشيست وأيضا النازيين، تحاول استعراض القوى من أجل الحفاظ على ما تبقى، وتحاول أن توصل رسالة من الداخل أنها ما زالت قوية وأن عليهم أن يراهنوا عليها. ربما على مدار التاريخ هذه الجماعة لم تكن تستطيع التوسع في اليمن سوى في ظل الحروب الأهلية والمبيعات. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي، هل هي من وجهة نظرك رسالة معني بها المخلوع، لا سيما وهم وقد تم الاستعراض العسكري بجوار منزل الرئيس المخلوع، أم هي للداخل أم للخارج؟ الرسالة هي موجهة بشقين، الشق الأول للداخل، المسألة نوع من عملية الإرهاب المنظم للقوى السياسية، والإرهاب أيضا للشارع، للزعامات القبلية والاجتماعية التي بدأت تتحافر بضغوط الحرب من قبل تابعيها والمناطق التي تزودت فيها. والرسالة الأخرى للخارج بفعل العملية التي تجري مع يطرح ولد الشيخ حول الحديدة وغيرها، هذه الجماعات الآن تعيد التمركز نفسها أو استحضار القوة، أشبه بحالة صراع القطط عندما تبدأ بعملية تضخيم جسمها من أجل إيهام الآخرين أنها لا زالت قوية. مع الأسف الشديد المناطق التي لا زالت خاضعة للانقلاب هي معتقلات أشبه بالمعتقلات النازية للناس جميعا، وبالتالي إنهاء هذه العملية يبدأ من باب واحد، إذا كانت هناك نوايا صادقة يبدأ من إسقاط الانقلاب الذي جرى كل هذه المشكلات
على البلد. كان الناس يتحاورون يعني لمدة سنة، كل الأطياف السياسية طرحت كل الرؤى. ما الذي دفع صالح وميليشي والحوثي وميليشياته إلى قيادة الحرب؟ هذا ما بناه الحوثي على نفسه وعلى البلد وعلى أيضا القوى التي تمنطقت معه خلف السلاح. وبالتالي هذه المسألة تبدأ بدرجة أساسية بشكل عام من إنهاء الانقلاب. نعم. على القوى التي قادت الانقلاب عليها أن تبدأ أولا بإنهاء الانقلاب. نعم أستاذ عبدالهادي، هل هو يعني فعلا خلاف حقيقي بين الرئيس المخلوع وميليشيا الحوثي طرفي الانقلاب، أم ربما هو عبارة عن لعبة أمام الخارج فقط وفي الحقيقة هم متفقون؟ هي أمام الخارج إلى حد ما، وأمام الداخل أكثر. أمام الداخل هنالك إعادة بناء منظومة القوى، كلا الطرفين متفقين، ولا زال صالح هو من يمسك خطوط اللعبة برغم كل ما يعمل الحوثيين. جماعة الحوثي بالأصل هي مؤذرة يافطة يتحرك يتستر خلفها صالح وقواته. المال بيد صالح والحرب في الأول والأخير مال، وهو من يدبر هذه العملية. مخازن السلاح لديه وأيضا القوات المحترفة والضاربة لديه، أما البقية فليس سوى مجرد ميليشيات ربما لو تخلى عنهم لن يصمدوا 5 أيام. نعم. لكن العملية بيد صالح، وهو الآن بدأ يشعر بأن بعض الأطراف التي ربما كانت متحالفة معه ضمن ما يسمى بلطيف المؤتمر الشعبي بدأت بالتململ أو بدأت بفتح خطوط مع الخارج، فهو الآن يمارس معها عملية ترهيب من أجل أن يغطيها بعملية ترغيب، وكأنه يطرح لهم أن مصيري ومصيركم واحد. نعم. طيب أستاذ عبد الباري طاهر، حالة من يعني عفوا العديد من الأحياء السكنية تحولت إلى معسكرات في ظل الميليشيا، أيضا هذا ربما تزامن مع رحيل آخر بعثة دبلوماسية ربما كانت مقيمة في اليمن وهي البعثة الدبلوماسية الروسية. برأيك ما دلالة مغادرة البعثة الدبلوماسية الروسية، آخر يعني عمل دبلوماسي ربما كان قائم في صنعاء؟ طبعا المؤشرات كلها سلبية، لكن يا أخي الآن الصراع والتمزق والتفكك في الجسد اليمني شامل، هو موجود كما تفضلتم في صنعاء، لكن هو موجود في تعز، موجود في عدن، موجود في مارب، موجود في كل مناطق اليمن. الآن البلد تتشظى، وكلما تتشظى القوى الأكثر تطرف، القوى الأكثر مغالاة، القوى الأكثر دموية وفتكية التي تسود. هذه الحالة النماذج الذي شهدتها أفغانستان، الذي شهدها العراق، الذي شهدتها العديد من بلدان الصومال، من بلدان العالم، تؤكد أن الصراع الدموي، الحرب الأهلية لن تنتهي بمزيد من الصراع وبمزيد من التمزق والتفكك. لابد من تفكير في حل، والحل يعني لابد من أيضا الرهان على أن حسم عسكري لأي طرف من الأطراف لن ينهي الحرب، وإذا ما طالت الحرب فستنشأ قوى كما حصل في أفغانستان، قوى طالبان التي كانت يعني نشأت من مدارس عقلانية من مدرسة الحقانية في باكستان، وبدعم طبعا إماراتي سعودي، مخابرات مركزية أمريكية باكستانية، أدت إلى الكارثة التي لا تزال تعيشها أفغانستان حتى اليوم. لا، لن نراهن على صراع دموي نتيجته كارثية على البلد سواء في صنعاء أو في أي مدينة أو منطقة يمنية. لابد أن نراهن على حل سياسي. نعم. التحالف العربي، نعم أستاذ عبد الباري، حتى معذرة على المقاطعة، التحالف العربي ربما وأيضا الشرعية هم يسعون جاهدين لئلا تنزلق البلد إلى هذه النقطة التي ذكرت وتتحول إلى صومال أو عراق أو أفغانستان آخر. آمين اللهم آمين. الآن الصومال يتخوفون من المصير اليمني لأن حالهم أصبح أعقل، والعالم الذي كنا نقولها تتأفغن أو تتصومل أصبحوا الآن يحذرون من مصير كمصير اليمنيين. الشرعية أو الأطراف الأخرى تتحمل يا أخي مسؤولية كلها، والتحالف العربي يتحمل مسؤولية في تجنيب البلد الكارثة، بلد يموت بالمجاعة، يموت بالأوبئة. الآن يتكلم الناس عن موت بالآلاف يوميا من الكوليرا،
فلا بد من حل سياسي. هذه البلد يا أخي عندها تجارب تاريخية عميقة جدا لن تحل مشاكلها الحروب، تحل مشاكلها التوافق يعني إجماع إرادة الناس على حل سلمي، على حل سياسي. أما الحروب فتاريخ وذاكرة اليمنيين ملأى ومدمرة بالحروب. الحل السياسي هو الحل الذي يجنب اليمن المنطقة ويجنب أيضا ما الذي تملكه أستاذ عبد الباري، ما الذي تملكه الشرعية وأيضا التحالف العربي؟ ربما بذلوا كل الوسائل وكل الطرق ويعني رضخوا لكل المبادرات التي تقدمت بها الأمم المتحدة أو كل الدول العالم، لكن الميليشيا هي دائما في كل مرة هي الطرف المتعنت والطرف الرافض لأي حل سياسي. اسمح لي يا أخي العزيز أقول لك أن العالم أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من ميليشياتنا وأرحم بنا من حكامنا. الآن الحل السياسي لابد أن يكون فيه يعني توافق بين إرادة الجميع، ولابد بالفعل أن الناس يحرصوا أن البلد هذه الآن إذا استمرت هذه الحرب، إذا استمرت تداعيات الحرب فالنتيجة كارثة على البلد. واليمن يا أخي الآن يكفيه هذا. الآن قلت لك المجاعة تتجاوز أكثر من ثلثي اليمن يعيش حالة مجاعة، حالة تخطى الفقر. الأوبئة الفتاكة تحصد كل يوم ما بين 3,000 إلى 7,000. فالبلد بحاجة إلى معالجات وليس تمسك يعني للأسف الشديد. الآن القتال الذي يدور في اليمن نقولها بصدق صراع من حول السلطة والأنصبة في السلطة، وليس حول قضايا مجتمعية أو قضايا عامة أو قضايا تخص السيادة والاستقلال. كل ما يدور من صراع وخلاف وقتال على الحكم فقط للأسف الشديد. نعم. طيب أستاذ عبد الهادي العزعزي، ما طرحه الأستاذ عبد الباري طاهر يقول بأن لا حل في اليمن وربما التاريخ شاهد على ذلك إلا بحل توافقي أو سياسي، وأن الحرب لن تفضي إلى أي نتيجة في اليمن. برأيك هل لا زال لدى الشرعية أي تنازلات ممكن على ضوءها لو قدمتها ستقبل بها الميليشيا وتخضع لأي حل قدمتها الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي؟ لن تقبل الميليشيا بأي حل سوى أن تتمدد من جديد على البلد وتزيح الآخرين كما أزاحتهم في العام 2015 خارج البلد. هذا ما تريده الميليشيا. الكرة الآن في ملعب الميليشيات نفسها. الميليشيات عليها أن تستسلم أولا وتنهي الانقلاب إذا أرادت أن تعود لمسألة الجانب السياسي. خرجت الحرب من الجانب السياسي، كان هنالك تفاوضا سياسيا استمر عاما كامل. الآن هنالك تفاوض سياسي لكن بأفواه البنادق والمدفعية، وبالتالي هذا الذي فرضه الانقلاب. الانقلاب فرض الحرب، وبالتالي إذا أراد فعلا ولديه إرادة وكان ويهمه الناس والمناطق الخاضعة لسيطرته وعلى الناس الواقعين في هذه المناطق أن يكون لهم موقف أخي على الأقل. إذا فعلا وصلت الحالة إلى هذا الوضع أن هنالك حالة مجاعة، هنالك أمراض أو بيئة، لكن مع الأسف الشديد هذا ما يريده صالح والميليشيا. هم يريدون هذه المناطق أن تظل بهذا الشكل وأن يستمر عملية الاستنزاف البشري لهذه المناطق. الجمهورية اليمنية بلدا مجزء جغرافيا، وبالتالي لا يمكن أن يحكم بالصيغة المركزية المطلقة التي يسعى الحوثي وصالح لفرضها على البلد بقوة. المسألة لن تستمر، وبالتالي العملية تدحرجت. كانوا سيطروا على البلد من أقصاها إلى أقصاها، والآن هم ينحصروا في المحافظات الشمالية الغربية في منطقة الجبال العليا، وبالتالي يستمر الضغط وحالة التقدم إلى أن يخضع هؤلاء لمسألة اعتبارات البلد والناس. هنالك فعلا حالة، أنا أرصد أن هذه أغلب المناطق الآن دخلت حرب ربما يفوق ضحاياها 100,000. ما تسبب بهذا كله؟ ألم يكن هنالك تفاوض؟ كانت نسخة الدستور جاهزة لإنزالها للاستفتاء الذي دفع هؤلاء إلى الانقلاب. نعم، ولكن أستاذ عبد الهادي كان الجميع ممثلون. نعم، مع أهمية ما ذكرته أستاذ عبد الهادي، لكن في المقابل حتى منهم في هذه المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا
يقولون الآن مر عامان ونصف وقوات الشرعية على أبواب صنعاء ولم تحقق أي تقدم ولم تفتح هذه المحافظات، إذن ما هو الحل؟ مر عامان ونصف وهؤلاء يدفعون بأبنائهم إلى الجبهات كل يوم، كل يوم يدفعون بأبنائهم، أغلب من يوجدوا في الجبهات من الأسرى لدى الشرعية أعمارهم أقل من 15 عام، يعني هنالك حالة استنزاف بشري تمارسه جماعة الحوثي، تمارس استنزاف للمخزون البشري للقبائل بشكل عام حتى تظل هذه المناطق تحت رحمتهم وسيطرتهم حتى لو سقطت بيد الشرعية. لا، وإلى متى سيستمر؟ نعم أستاذ عبد الهادي، نعم معذرة على المقاطعة، إلى متى سيستمر هؤلاء القبائل بتقديم أولادهم قربانا للميليشيا سواء للحوثي أو الرئيس المخلوع؟ إلا أن يستنزفوا تماما، إلا أن يستنزفوا ويحدث اختلال سكاني ويبدأ يشعر هؤلاء أن من نعم. إذا فقدنا الاتصال بأستاذ عبد الهادي العزعزي، سنعود به بالتأكيد. أعود للأستاذ عبد الباري طاهر وهي عودة أخيرة. أستاذ عبد الباري، إذا السيناريوهات المتوقعة من خلال متابعتك ورؤيتك للطبيعة اليمنية وأيضا للحلول المقترحة وما يحيط باليمن إقليميا ودوليا. سيدي العزيز، الذين يقتتل في اليمن كل أبناء اليمن، وليس قبيلة وليس منطقة وليس جهة، كل أبناء اليمن الآن منقرضين في هذه الحرب. هذه الحرب دمرت البلد ودمرت اقتصادها وإمكاناتها، وليس هناك من أفق لحل قضية الحرب في اليمن بدون استلام، بدون الدعوة أولا لوقف الحرب. لست أنا ولا أي شخص آخر يضع شروط السلام أو شروط لوقف الحرب، أهم شيء هو وقف الحرب. كيف توافق الناس؟ إرادة الناس في الداخل، إرادة الناس في التحالف العربي، إرادة دولية لوقف الحرب في اليمن والتفاوض زي ما يجري في سوريا، زي ما يجري في أي منطقة أخرى من العالم. هذه البلد ليس لأول مرة تتحارب حرب 8 سنوات، حرب الجمهوريين والملكيين، حروب 72، حروب 78، هذه البلد شهدت العديد من الحروب، فلا بد أن نرفع شعار كفاية حرب، كفاية دمار، لأن الذين يقتتلون كل أبناء اليمن من كل جهات اليمن بدون استثناء. نعم، والضحية في نهاية المطاف بلد بحاجة إلى أمن وسلام واستقرار. نعم أستاذ عبد الباري، الجميع فعلا بحاجة إلى الأمن. نعم، الجميع بحاجة إلى الأمن والسلام وينادي جميع اليمنيين بإيقاف الحرب، لكن كما تعلم الطرف الانقلابي هو المتعنت، لم يقدم حتى أي تنازلات، حتى على مستوى إطلاق بعض المحتجزين من الصحفيين أو بعض المحتجزين من الناشطين السياسيين. فكيف يمكن أن تكون هناك أرضية لأي سلام أو يتحاور مع هذه الميليشيا التي تصر وهي بالتأكيد ستمضي على هذا الخيار، وكما ذكرت أنت وذكر الأستاذ عبد الهادي العزيزي أنها لا تتمدد إلا في ظل هذه الصراعات، ولا يمكن قبولها في أي مجتمع إلا في ظل صراعات وظل استمرار حرب واستمرار الأزمة؟ يعني للأسف نهج الحرب مشترك بين الجميع بدون استثناء. كل الأطراف ولديها جهات نافذة تشتغل على الحرب، الضحايا الحرب موجودين في تعز، موجودين في صنعاء، موجودين في عدن، في مارب، موجودين في كل منطقة من مناطق اليمن. لابد أن ننظر برؤية وطنية شاملة للكارثة التي تعيشها البلد. كل البلد الآن من خلال تسجيل المنظمات الدولية لديها انتهاكات، لديها جرائم، لديها مشاركة في الجرائم، وكل الأطراف مشتركة في الجرائم التي تعيشها البلد، سواء الحرب من الآتية من التحالف العربي أو الحرب الأهلية الداخلية. لابد من تفكير في كفاية حرب، لأن البلد لم تعد تتحمل، والضحايا في هذه البلد من مختلف مناطق اليمن بدون استثناء، ولا يمكن حصرها بمنطقة واحدة، ويدفع ثمنها كل اليمنيين بدون استثناء، لأن هذا الذي يقتل في أي منطقة من المناطق في نهاية المطاف هو واحد من أبناء اليمن. نعم. وهذه الحرب يستفيد منها أطراف سياسية، أطراف لها علاقة بتجارة الحرب وبالحرب، ولا يستفيد منها اليمن شيء. نعم. ولكن في ظل هذه الكارثة لابد من الاحتكام أن هؤلاء الناس الذين هم كل الكارثة يصبحون جزء من حل سياسي ويتوافقون، كما حصل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل
كما حصل أيضا في تجارب البلد من الحروب السابقة 68 72 79، يتوافق الناس على حل سياسي يجنب البلد الكارثة ويجنب المنطقة كلها أن تنجر إلى صراع في نهايته مدمر على أشكرك نعم أشكرك جزيل الشكر الكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق الأستاذ عبد الباري طاهر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وعودة أخيرة إلى تعز مع الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة. أستاذ عبد الهادي، سؤال أخير فقط، قراءتك لمغادرة البعثة الدبلوماسية الروسية، ربما آخر بعثة دبلوماسية كانت مقيمة في صنعاء، مع حالة التحشيد والتجييش في جميع أحياء العاصمة صنعاء؟ حالة التجيش رد فعلا على مغادرة البعثة الدبلوماسية الروسية صنعاء. حالة التحشيد خروج البعثة الدبلوماسية بصريح العبارة معناها الإيذان الرسمي من قبل الدولة التي كانت إلى فترة ما مع عدم اقتحام العاصمة، وصل يبدو للروس إلى قناعة بأن من أجل إنهاء هذه المشكلة يجب أن تقتحم العاصمة. هناك قوات تردت بها بأعداد كبيرة إلى أطراف قولان محافظة صنعاء وإلى أيضا مديريتهم في بتيل، البوابة الشمالية البوابة الشرقية لصنعاء. هناك تحشيد كبير لاقتحام العاصمة، وبالتالي خروج الروس معناها أن صنعاء سوف تقتحم بالقوة العسكرية في غضون أيام أو ربما أسابيع. نعم أستاذ عبد الهادي، كلمة أخيرة فقط، إذا أفهم من كلامك ومن خلال تحليلك بأن ربما ما كان يقال في السابق بأن اقتحام العاصمة صنعاء خط أحمر، بات الآن المجتمع الدولي مقتنع بفتح الأبواب أمام الشرعية والتحالف العربي لفتح صنعاء بعد أن فشلت كل المساعي السياسية؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي موقف يبدو أعطى الضوء الأخضر، وربما قدم التزامات بالمساعدة في هذا الاتجاه، وكذلك الروس هو من الموقف الذي كان المتسبب منذ بداية الأزمة بخروجه من صنعاء وسحب دبلوماسيه يقول قد أعطى الضوء الأخضر، وبالتالي أنهى حالة الممانعة من اقتحام العاصمة. الحوثيين طالبوا هذه الرسالة بوضوحهم ومع الصالح، وبالتالي هم وصالح يلعبون هذه اللعبة يخوفون الجماعة المعروفة بأقياء ما يعرف بتحالف المؤتمر الشعبي من منتفعي النظام السابق المنتفعين الكبار. الآن هؤلاء وجماعة الحوثي يحاولون قدر الإمكان ترهيب الأطراف التي بدأت بفتح تواصل مع التحالف بأن مصيرهم سوف يكون بيد الميليشيات، والميليشيات تحاول أن تثبت أنها الأقوى على الأرض، وتصريحات الحوثي بأنه على استعداد لإرسال جنود إلى حزبية في لبنان معناها أنه لا زال لديه مخزنا بشري سوف يستوجبه. هذه الجماعة لا تختلف عن جماعة جوزيفتوني أو جيش الرب في أوغندا، لن يذهب هؤلاء إلى قتل المنتحرين. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الثقافة الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، والشكر أيضا لنقيب الصحفيين الأسبق والكاتب الأستاذ عبد الباري طاهر، وتقبلوا في ختام هذه الحلقة تحيا معد الحلقة زميل مهرب المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.